احكيها لك مدير. انا علي عمر جيت من الزيرو يا مار وتيم الكلان خليك مكانك. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمر ورجعت لكم فيديو جديد اصدقائي. قبل ما نبلش بهذا الفيديو خلونا نوصل هذا الفيديو لل 100,000 لايك. بعرف نقول كفو وقدها، بنقدر نجيب اول 100,000 لايك. بس اصدقائي بتمنى من كل اسطوره قاعد بيشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت يحط اللايك ويشترك في القناه اذا ما كان مشترك، وفعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. اصدقائي فيديو اليوم عن جد عندنا كثير شغل، عندنا كثير اشياء راح نسويها في فيديو اليوم. بس قبل ما نبدا حاب احكي لكم انه اليوم راح يكون في بث مباشر اسطوري على تطبيق نونو لايف، فكونوا مستعدين وكونوا مستعدين للاكواد اللي راح توصلني الاسبوع الجاي اللي راح تتوزع على حسابي الانستغرام على نونو لايف. خلونا الان ندخل بالفيديو اصدقائي ونشوف شو راح يكون الفيديو لليوم. اوكي والله الفيديو اليوم عن جد في اشياء كثير لازم نسويها. اول شيء اصدقائي في عندنا هون باكجات. طيب شو هي هاي الباكجات يا اصدقائي؟ في عندنا هون خلينا نشوف، هاي هي في عندنا 16 باكج يا اصدقائي. هدول الباكجات هي باكجات ال 20,000 جوهره مثل ما انتم شايفين. هاي الباكجات انا حصلت عليها من حدث الكول باك، فثانك يو لكل شخص عمل لي يعني سوى لي كول باك للاي دي تبعي، عن جد شكرا لكم. هاي الباكجات رح نفتحها بهذا الفيديو. في عندنا كمان سكن جديد نزل بالدايموند رويال، هذا هو سكن مثل ما انتم شايفين يا اصدقائي، والله سكن اسطوري. هذا سكن كمان ان شاء الله رح نحصل عليه بهذا الفيديو، رح نحرق ابو ماكينه الدايموند رويال ونحاول نحصل على سكن جديد هذا اللي نازل بالدايموند رويال. طيب اصدقائي شو في عندنا اشياء ثانيه؟ في عندنا اصدقائي الفاير باس العرض المسبق. مثل ما انتم شايفين نزل فاير باس العرض المسبق وانا لسه ما شحنته. اذا بتشحن فاير باس ب 1100 جوهره بتقدر انه تحصل على هديه مميزه كالعاده. هي الهديه المميزه كمان رح نشحن فاير باس من العرض الاول ونحصل على هاي الهديه المميزه. مين هذا؟ مين يا اخي شو هذا؟ طيب اوكي والله ما عاد عرفت شو اسوي. المهم اصدقائي نشوف هان كمان في عندنا 12 باكج يا اصدقائي تبع الماجيك كيوب. كمان رح نشحن نقاط فاير باس ونفتح باكجات الماجيك كيوب. مثل ما انتم شايفين انا لسه ما شحنت نقاط فاير باس. فاير باس عندي باقي 540، عندي لسه 540 نقطه، فباقي 6 ساعات فقط ويروح الفاير باس يا اصدقائي. خلونا على السريع نشحن النقاط قبل ما يروحوا ال6 ساعات ويخرب بروفايلي. فمثل ما بتعرفوا انه علي عمر كل شهر انا دائما بشحن 1000 واكثر يعني نقاط فاير باس عشان يصير عندي نقاط الفاير باس كلهم 1900 او يصيروا كلهم يعني رقم واحد وبعدين رقم ثاني وبعدين صفرين، يعني عشان يضل اضل محافظ على هذا التسلسل لازم نشحن اليوم كمان اكثر من 1200 نقطة فاير باس. وطيب خلونا نرجع مرة ثانية لعند الفاير باس ونشوف كم نقطة. أول شيء خلونا نبدأ بالدايموند رويال أصدقائي، بعدين نشوف الفاير باس والباكجات والأمور الثانية. طيب أول شيء الدايموند رويال عندي 20 بطاقة وهي أول 10 سبنات، ونقول يا رب يا أصدقائي نشوف شو راح يطلع لنا بهي ال10 سبنات. اوكي خلونا نفتح الباكج، باكج خايس مبين، نشوف ال10 باكجات اللي بعدهم شو راح يطلع لنا. وال10 ما في حط جولد. طيب ناخذ الباكجات هاي على السريع. لوكي عندنا 99، لازم يعطونا سكن، لازم نحصل على سكن يا اصدقائي. هاي كمان 10 باكجات وباكج ذهبي يا اصدقائي. اوكي هاي طلع لنا سكن مثل ما انتم شايفين، والله سكن جديد يا اصدقائي. يا نورت حسابي، نورت حسابي يا قلبي. اوكي يلا وقف حبيبي خلص خلينا ناخذ سكرين شوت. وهي حصلنا على سكن جديد مثل ما انتم شايفين، ما بعرف شو اسمه هذا السكن، المهم هو سكن دايموند رويال جديد. طيب هيك انتهينا من المهمة الأولى واللي هي تبع سكن الدايموند رويال. هاي كمان باكج عندنا قطعة ماجيك كيوب. والله ما بعرف صار عندي كثير قطع ماجيك كيوب، ما بعرف إذا بنقدر نبدلهم وناخذ ماجيك كيوب أو لا. عندي 97 قطعة، 97 قطعة. طيب كيف أجيب قطعة عشان أخليهم لي؟ باقي 3 قطع بس بنقدر نحصل على ماجيك كيوب. كيف هون قطعة واحدة هذا كملنا وهون في 5 قطع بس، والله صعب انه لا خلص انسوا الموضوع اصدقائي، والله خايف اصرف ال 30,000 جوهره ما اقدر اجيب نقاط فاير باس بسببهم. طيب خلونا هلا نشحن ب 1100 جوهره اصدقائي الفاير باس من العرض الاول. وهي حصلنا على هاي القبعه، ما بعرف اتوقع للبنت هاي القبعه، ما بعرف اذا الشاب بيقدر يلبسها. خلونا نروح لعند السكنات ونشوف اذا بنقدر نلبس هاي. والله بنقدر نلبسها على الشاب، نايس والله. شوفوا شو مكتوب عليها، مكتوب هيب هوب. وكمان بيطلع منها هيك اشارات استفهام، بيطلع منها تأثيرات اسطوريه. فا لايك ذس، عجبتني صراحه هاي القبعه كمان. هاي رجعنا مره ثانيه للكريمينال والان ننتقل للمهمه الثالثه. خلصنا المهمه الاولى تبع دايموند رويال والمهمه الثانيه تبع فاير باس من العرض الاول. عندنا المهمه الثالثه واللي هي المهمه الصعبه واللي هي تبع نقاط الفاير باس. الان لازم نركز ونشوف كم نقطه فاير باس رح نشتري. خلونا اول شيء قبل ما نشتري في عندنا هون المهمات. مثل ما بتعرفوا دائما المهمات تبع ال8 والمهمات تبع ال5 علي عمر بخلصهم وما بياخذهم، بضل اجمعهم لاخر ايام للفاير باس، وبعدين بفتح بشتري نقاط فاير باس وباخذ النقاط هاي كلها مع بعض وبرجع بشتري، وعشان نفتح باكجات الماجيك كيوب نسويهم فيديو يعني نشارككم هذا الشيء. طيب هي النقاط تبع ال5 خلصناهم، والان رح نحصل على نقاط تبع ال8. والله عن جد شكرا لكم كل شخص سوالي تاج على الانستغرام وقال لي علي عمر انت لسه ما اشتريت نقاط الفاير باس، عن جد ثانك يو فروم ذا هات. يعني انا صراحه كان راح يروح علي نقاط الفاير باس، يعني خلص نسيتهم، انشغلت كثير، بتعرفوا البطوط مباشره والامور هاي كثير انشغلت وكنت راح انساهم، ولكن دائما كنت الاقي ستوريات علي عمر لا تنسى نقاط الفاير باس ولا تنسى نقاط الفاير باس. طيب يلا خلونا الان نشتري كم نقطه، 1200 هيك راح يصير عندنا 1800 وشوي، انا حابب اخليهم 1900. اوكي هيك 1200 نقطه مثل ما انتم شايفين راح يطلع سعرهم 36. او ماي جاد 36000 جوهره يا اصدقائي. يلا ليتس جو، هي 36000 جوهره، وكمان ناخذ سكرين شوت ثاني لحظه، هي كمان سكرين شوت، وهيك صار عندي 1200 نقطة فاير باس، صار عندنا أكثر من 1800، وفي عندنا هون 65 باكج يا أصدقائي، 65 باكج ماجيك كيوب. أوكي، هيك حصلنا على 65 باكج مثل ما أنتم شايفين، وصار عندنا باكجات أسطورية والله عن جد، شوفوا 65 باكج ماجيك كيوب يا أصدقائي، وفي عندنا 16 باكج لتبع ال 20000 جوهرة، والله شيء فعلا أسطوري. هون صار عندنا 1869 جوهرة مثل ما أنتم شايفين، ف 1669 بيج قصدي مش جوهر، اركز علي عمر. في باقي عندنا تقريبا 31 نقطة راح نشحنهم اليوم ان شاء الله على البث المباشر قبل ما ينتهي الفاير باس بساعة او بنص ساعة عشان ما يصير في خربطة. خلونا نبدا بفتح الباكجات الان، هاي اول باكج رقصة القطة، نشوف الباكج اللي بعده يا اصدقائي، يلا دايموند رويال. طيب الباكج اللي بعده سكن القطة شخصيا، لا سكن طيب الباكج اللي بعده كمان بطاقات، يا اخي ماجيك كيوب يا شباب، ماجيك كيوب والله انا جايب 65 باكج، 65 باكج يعني والله عدد ابدا مش قليل، لازم نحصل على ماجيك كيوب. هون كمان سكن الموتور، يا اخي انا ما بدي سكن الموتور، ما بدي اكل القطه، ما بدي كارولين، ما بدي سكن البروفيسور هذا الازرق، ما بدي بس ماجيك كيوب، انا اريد ماجيك كيوب يا شباب. شوفوا الله يا والله انا صرت اكره القطط عن جد، انا يعني انا كنت يمكن افكر اربي قطه ببيتي، بس بعد ما صرت العب فري فاير وشفت اكل القطط كيف بيطلع عندي وهذا لغيت الفكره والله العظيم يا اخي عن جد صرت اكره القطط. طيب البكش اللي بعده كمان اكل القطه، الله ياخذ اكل القطه، دايموند رويال كت. طيب اعطوني بطاقات، اوكي نايس، انا ما بدي منكم لا ماجيك كيوب ولا بدي منكم اي شيء، خلص لا تعطوني ماجيك كيوب بس اعطوني بطاقات، يعني على الاقل هاي بطاقات كتروا منهم، كتروا من هاي البطاقات، اي كتروا والله. لا رقصه القطه لا، والرقصه الخايسه وشوفوا بطاقات، والله بطاقات اسطوريات عن جد، على الاقل بطاقات الواحد ممكن يستفيد منهم، يحرق ابو الدايموند رويال، يحرق ابو ماكينه الاسلحه، اما يعني اكل القطه شو اسوي فيهم؟ انا عندي 800 علبه لاكل القطه، يعني كل القطط عندي ماكس، شو يعني مستعد حتى اطور، اذا كل حيوان اليف جديد بينزل بتحتاج تقريبا خلينا نقول 100 علبه عشان يصير ماكس، يعني انا بقدر امكس 8 حيوانات اليفه جديده ماكس بال 800 علبه قطعه اكل القطه اللي عندي، فانا ما بحتاج اكل قطه، لازم يفهموا هذا الشيء. شوفوا خلصوا الباكجات، الله يقطع باقي 6 باكجات سكن البروفيسور، الله يقطع بشكلك. طيب اللي بعده ما ضل عندنا غير 4 باكجات، يلا خلص 3 باكجات نفتحهم مع بعض، اكل القطه يعني والله عيب والله حرام يا شباب، 65 باكج، 65 باكج، يعني مش باكج، مش 2 مش 3 مش 10 مش 50، 65 باكج يا شباب، ولا ماجيك كيوب وحده، حتى ماجيك كيوب وحده ما اعطونا، ثانك يو قرين طيب نشوف الان عندنا هاي الباكجات تبع ال 20000 جوهره، يا رب يا رب تعوضوني بهاي الباكجات، يكون الباكجات بهاي الباكجات يكون الحظ اسطوري. هاي اول باكج توكن، طيب يلا نحن لسه بالبدايه، الباكج اللي بعده كمان توكن، كمان توكن، اللي بعده كمان، الله يا شباب. طيب تخيلوا يطلع لي 20000 جوهره، والله مستحيل، انا مستحيل اصدق، يمكن اسكر التصوير والغي الفيديو تبع اليوم واحط بس ال 20000 جوهره اضل اتفرج عليهم لبكره الصبح يلا 20000 جوهره، والله تستطيعوا قرينا، انتم كفوا قدها وتقدروا تجيبوا ابو ال 20000 جوهره، خلصوا هي يا شباب، والله ما فيهم بركه والله 16 باكج خلصوا كلهم توكن، يا شو الحظ والله الحظ كان فقط بالدايموند رويال الاسطوري قدرنا نحصل على السكن، اما بشوفوا باقي كل الباكجات الحظ خايس، 65 باكج ما طلع لنا ولا ماجيك كيوب واحد، و16 باكج 20000 جوهره طلعوا كلهم توكن، ما حصلنا حتى على والله المفروض على الاقل يعملوا بهاي الباكجات انه بتقدر تحصل على 100 جوهره 500 جوهره، على الاقل الواحد يحصل على شوي جواهر، يعني والله شيء خايس. شوفوا حتى لا والله مستحيل، حتى الانترنت اتوقع فصل من كثر الحظ الخايس، حتى لا هي رجع. طيب شوفوا هان عندي 35 ماجيك كيوب اصلا ما بعرف شو اسوي فيهم الماجيك كيوب. يلا على كل حال والله انا اصلا ما بشتري يعني ما بشتري باكجات الماجيك كيوب عشان نحصل على ماجيك كيوب. عندي 65 بس والله اذا حصلنا بصير شيء اسطوري، يعني على الاقل بصير حسابي اقوى حساب في العالم فيه ماجيك كيوب. ولكن فعليا كل السكنات عندي بالحساب. فنشوف في عندنا سكن جوكر، صحيح كمان نسيت اخبركم على هذا الشيء اللي ما دخل عند الماجيك كيوب. على فكره هذا الجوكر ما نزلوا له اعلان، نزلوا سكن الجوكر. اللي عنده ماجيك كيوب زايد وحاب يجيب سكن الجوكر بيقدر يروح يجيبه يبدل ماجيك كيوب تبعه بسكن الجوكر، لانه في كثير منكم ما بيعرفوا انه سكن الجوكر نزل. قاعدين تشاهدوا لهذا الفيديو لهذا الوقت، اكتبوا لي تحت بالتعليقات سكن الجوكر بالماجيك كيوب، خلينا نشوف كم واحد فيكم وصل لهالدقيقة من الفيديو. طيب واللي عنده ماجيك كيوب يروح يبدله بالجوكر يا اصدقائي، عن جد سكن اسطوري، واتوقع يمكن بعد اسبوع او 10 ايام يشيلوا سكن، فحرام تضيعوا سكن عليكم، روحوا جيبوه. المهم اصدقائي هذول هم هو كان الحظ الخايس، هذول هم كانوا البكشات تبعنا، وهذا كان الفيديو لليوم. فبتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا اللايك وتشتركوا بالقناه اذا كنتم مشتركين، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم بكل فيديو جديد عن فري فاير. طبعا اليوم راح اكمل نقاط الفاير باص واسويهم 1900 على البث المباشر على تطبيق نونو لايف. للي ما بيعرف انا بفتح بث مباشر بشكل يومي على تطبيق اسمه نونو لايف، تقدروا تحملوا نونو لايف من جوجل بلاي او من الاب ستور عن طريق الروابط اللي بتلاقوها تحت في صندوق الوصف بالديسكربشن بوكس. حملوا نونو لايف وابحثوا عني بالاي دي 10 20 30، رح تلاقوا حسابي، تابعوني وانتظروا البثوث المباشره بتكون بشكل يومي، يوميات كلال خانز، رومات، تفتيح باكجات، كل شيء بنسويه بالبث، جيم بلاي يعني حتى او فيس كام كمان بطلع فيس كام، اذا حابين تشوفوني فيس كام بطلع على البث المباشر فيس كام. فطيب اصدقائي كل ورابط حسابي على الانستغرام تحت في صندوق الوصف، تابعوني على الانستغرام وانتظروا الاكواد اللي رح تيجي ان شاء الله الاسبوع الجاي. ف كل الروابط اللي ذكرتها لكم موجوده تحت في صندوق الوصف بالديسكربشن بوكس. ولهيك بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو حبايب قلبي، فكان معكم حبيبكم علي عمر، ونشوفكم ان شاء الله على خير. ما يقلقنيش ديما رجلها تنعيش، جيمنج يوتيوب نونو لايف ديما على ديما فري فاير علي عمر مصدر خطر.